مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما منورنا على قناتكم قناه الاهلي، بس مش استاد الاهلي النهارده، يعني النهارده حصاد الاهلي. يعني انا النهارده مكان الزميل محمد فاروق سعد الزميل المحترم، علشان المسابقه اللي احنا كنا عاملينها لحضراتكم في استاد الاهلي، واللي احنا قلنا مين احرز اهداف اخر بطوله خدها النادي الاهلي. وطبعا مش عايز اقول لكم، يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني لقينا كميه تعليقات او كميه كومنتات عدت ال 12000 حد. ال 12000 مطلوب ان احنا نطلع منهم 10، وطلعناهم وكلمناهم وهنقولهم في اخر البرنامج. كمان هيكونوا معانا على التليفون كمان علشان نحاول نعيشكم معانا الاجواء، وكمان في مسابقه جامده جدا 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 هنقولها في اخر الحصاد ان شاء الله. اول اخبارنا، البدري يخفف الحمل التدريبي على لاعبي النادي الاهلي. كابتن حسام بدري المدير الفني الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي خفف الحمل التدريبي في مران اليوم، ودي طبعا حاجه طبيعيه جدا، وقام الكابتن حسام بدري باتخاذ هذا القرار لتخفيف الحمل التدريبي تجنبا لتعرض اللاعبين للاجهاد اللي احنا مش عايزين نوصل ليه خالص قبل لقاء بعد الغد الهام جدا الاهلي في الوداد المغربي، اللي كل حضراتكم بتستنوه. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في هذه المباراه الهامه جدا. قلنا سلمتين ويعتلي النادي الاهلي على رأس القائمة الأفريقية، أو كل القارة الأفريقية إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي. شارك في التدريبات النهاردة في حراسة المرمى شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي تحت قيادة كابتن طارق سليمان مدرب الحراس، وركز الكابتن طارق سليمان على التسديدات من مختلف الزوايا. الكلام اللي طبعا كل الكلام بيوصل للكبادن، عايزين نسدد على شريف من بعيد، عايزين نسدد على الحراس من بعيد، والكابتن طارق سليمان عمل كده بالفعل. الخبر الثاني اللي معانا، الفيفا يتحدث عن مواجهة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحدث عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين النادي الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلتقي الأهلي مع الوداد بعد غد السبت إن شاء الله. كل دعواتكم الفريق الأهلي مرة ومليون ومليون مليون كمان بملعب برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب إن شاء الله في الرابع من نوفمبر المقبل بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية. الموقع الرسمي للاتحاد الدولي فيفا قال إن وليد أزارو وأشرف بن شرقي سيكون سلاحا للأهلي والوداد المغربي. أكيد طبعا لعيبة كبيرة جدا، لعيبة عملوا صنعوا أهداف وسجلوا أهداف، فأكيد هما الاثنين مفتاحين من مفاتيح الفوز للفريقين الكبيرين، نتمناه إن شاء الله أهلوية. وتمثيل القارة السمراء في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات في ديسمبر المقبل إن شاء الله الأهلي يكون فيها. وأضاف يعيش نادي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، الكلام ده طبعا على موقع الفيفا، نشوة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولعب كل من وليد أزارو لاعب الأهلي وأشرف بن شرقي لاعب الوداد دورا فعالا في بلوغ فريقهما للدور النهائي أو المباراة النهائية، بعدما سجل ثلاثيه وثنائيه على التوالي في مباراتي العوده. كمان الاتحاد الدولي اشار الى ان المغربي وليد ازارو يسعى للسير على خطى التونسي علي معلول الذي لعب دورا كبيرا في اقصاء الاهلي لنادي الترجي والنجم الساحلي التونسيين من الدور ربع النهائي ونصف النهائي. النجم الكبير علي معلول شفتوه طبعا، وكان ليه دور كبير جدا، وكان ليه بصمه كبيره جدا في مكسب النادي الاهلي والصعود لقمه هذه المسابقة، وذلك بقيادة ناديه لاعتلاء منصة التدويك على حساب الوداد البيضاوي المغربي. كل التوفيق لعلي وأحمد فتحي ووليد أزار وكل النجوم الكبار، عبد الله السعيد أجاييه، يعني مش عايزين ننسى حد، يعني كله نجوم إن شاء الله، كله على قد المسؤولية. الكاف يدعو أنفانتين لحضور نهائي أفريقيا. بدأت إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي التجهيز لنهائي دوري ابطال افريقيا الذي يقام على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء 4 نوفمبر المقبل، بدعوه العديد من الشخصيات المهمه في عالم كره القدم، كمان في عالم السياسه، وابرزهم سعد الدين العثمان رئيس الحكومه المغربيه، بالاضافه الى نجوم كره القدم السابقين في المغرب لحضور المباراه. كما وجه الاتحاد الافريقي لكره القدم الدعوه الى كل من السويسري جياني انفانتينو ورئيس الاتحاد الدولي لكره القدم فيه. ويتطلع الوداد لتحقيق لقبه الثاني في تاريخه بالبطوله، حيث سبق له التتويج باللقب سنه 1992، بينما يبحث الاهلي عن اللقب التاسع. ان شاء الله الاهلي هيجيب اللقب التاسع. خبر حلو قوي،
خبر حلو قوي، نابع من زملكاوي يعني متحضر قوي قوي قوي، عنده فكر كبير جدا طبعا، كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك الكابتن ايمن يونس، قال في تصريح مهم جدا: من يتمنوا خسارة الاهلي بالنهائي الافريقي مرضى نفسيين. حلو قوي كابتن ايمن بصراحة، يعني اعتقد الكلام ده بيتقال كمان لما يكون الزمالك عنده مهمه، اكيد برضو نجوم الاهلي بيصرحوا نفس التصريح، كله بيبقى ورا الفريق اللي بيمثل مصر، خصوصا ان خلاص يعني خطوه ويعتلي القاره الافريقيه. كابتن ايمن يونس قال من تاني: من يتمنوا خساره الاهلي بالنهائي الافريقي مرضى نفسيين. نجم الزمالك الاسبق: انا من يتمنى خساره نادي الاهلي للقب بطوله افريقيا هو مريض نفسي، مؤكدا على انه سيكون خلف الفريق الاحمر في المباراه النهائيه في البطولة أمام الوداد المغربي. وأضاف يونس في تصريحات إذاعية: الأهلي يمثل مصر وفوزه بالبطولة يسعد كل المصريين وشرف كبير لنا. وأوضح: من يتمنى خسارة الأهلي هم مرضى نفسيين، وأتمنى أن يتوج الأهلي باللقب ويسعد كل المصريين. وأكمل: المباراة صعبة للغاية، بتفق معاك تماما يا كابتن، والوداد فريق عنيد داخل الملعب وخصوصا في الشوط الأول، لكن لديهم ثغرات في التشكيل تتمثل في ضعف الظهير الأيسر وبعض الأمور الأخرى. فيلسوف فيلسوف النجم الكابتن أيمن يونس، نجم مصر، نجم نادي الزمالك السابق، تصريح حلو قوي قوي، أنا بشكره طبعا عليه، وكل الأهلاوية أكيد هيشكروه عليه، حاجة جميلة قوي، يعني إنسان متحضر جدا، عارف يعني إيه فريق بيلعب في نهائي أفريقيا، فريق هيفرح فعلا كل المصريين. نتمنى الأهلي، نتمنى الزمالك، نتمنى الإسماعيلي إن شاء الله يرجعوا بقوة للمنافسة على البطولات الأفريقية. شكرا للكابتن المحترم الكبير كابتن أيمن يونس. الحاج عامر حسين بيكشف المحاذير الأمنية لمباراة الأهلي والوداد المغربي. الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة قال إن الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والوداد المغربي بذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا شهد التأكيد على العديد من الأمور الخاصة بدخول وخروج الجماهير للمباراة. أكيد يعني أنتوا عارفين يعني مش عايزين أي حاجة، يعني عايزين نلتزم زي ما احنا ملتزمين. الجماهير ادت امثله رائعه في الالتزام، عشان كده دايما بنزود الجماهير ودايما بنطالب بقى بقلب جامد قوي ان الجماهير ترجع، والجماهير هي الروح، والجماهير هي اللي مستمره، والجماهير هي الباقيه، وكل حاجه ماشيه الا الجماهير اللي دايما بتدعم فرقها وبتدعم منتخباتها. الحاج عامر حسين في تصريحات لبرنامج السد الهدف عبر اسير اذاعه الشباب والرياضه قال: قمنا بعمل الاجتماع الامني وتم وضع التحذيرات الامنيه للجماهير، سيكون ممنوع دخول اي مشجع، سيكون ممنوع دخول اي مشجع بغطاء رأس حتى تتمكن الكاميرات من تسجيل هويته ومعرفة المتواجدين داخل الملعب. مفيش حد هيدخل مغطي رأسه كاب بقى والكلام ده كله، اعتقد الموضوع ده هيبقى صعب جدا. واضاف: كنت على علم بان الامن لن يوافق على زيادة عدد الجماهير لاكثر من 50,000، وانا مش فاهم برضو ليه، خصوصا ان الوقت كان ضيقا جدا بين مباراة نصف النهائي والنهائي. احنا كنا متوقعين يعني يا حاج عامر ان الامن هيوافق بديهيا، لان احنا المباراه قبل النهائي كانت ب 50,000، ضربوا مثال في كل حاجه، التزام في التشجيع، التزام في القعده، التزام في النشيان، التزام في من اول ثانيه لاخر ثانيه، بص منظر جميل، حاجه تفرح. كنا نتمنى ان هي ترجع باكتر من كده كمان، باكتر من 50,000، كنا نتمنى ان هم يملوا استاد برج العرب، لكن انا مش عارف، انا مش عارف بصراحه، يعني هي حاجه طبيعيه جدا 50,000 قبل النهائي وملتزمين، يعني كنا نخليهم على الاقل 70,000 متفرج. الامن يريد عمل تفتيشات دقيقه على الجماهير خلال الدخول لمنع تكرار دخول الشماريخ كما حدث في المباريات الماضيه. كمان الحاج عامر حسين كشف على انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الامني على فتح ابواب الملعب من 11 صباحا وحتى 6 مساء، من 11 صباحا ل6 مساء. كلام واضح يا جماعه، مفيش حد يحط حاجه على دماغه عشان الكاميرات تعرف تشوف مين داخل ومين خارج، مشيرا ان المدرجات الثالثه يمين ستخصص لجماهير فريق الوداد كما حدث في نصف النهائي امام النجم الساحلي. نقول تاني: من 11 ل6 مساء الثالثه يمين مخصصه لجماهير الوداد المغربي، ممنوع الدخول بغطاء على الرأس. ماشي، خبر جميل، تعالوا يا جماعة، ده خبر جميل قوي، خبر جميل قوي، يعني أنا بصراحة مبسوط جدا، يا رب نفضل كده، يا رب نفضل كده. وزير الشباب والرياضة يدعم ويدعم الأهلي قبل موقعة الوداد، أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل
لفريق الاهلي للتتويج بلقب دوري ابطال افريقيا بعد غياب 4 أعوام. شكرا سياده الوزير. موضحا ان مصر تنتظر فرحه اخرى بفوز الاهلي باللقب القاري. وقال وزير الرياضه انه يتمنى فوز الاهلي باللقب القاري ليكتمل عام السعاده بالنسبه للكره المصريه بعد ان صعد منتخب الفراعنه لنهائيات كاس العالم بعد غياب 28 سنه. الوزير اكد ان الاهلي يمثل مصر حاليا في هذه البطوله متمنيا عوده الفريق من المغرب باللقب، كما اكد دعمه الكامل للجهاز الفني بقياده حسام بدري ولاعبي الفريق الاول. واشار الى ان استاد القاهره سيبدا استضافه مباريات الاهلي بالدوري بدايه من اول لقاء بالمسابقه، كما اكد الموافقه المبدئيه على عوده الجماهير تدريجيا في الدوري. الحمد لله الحمد لله، نرجع نلعب في استاد القاهره تاني يا جماعه. يعني كنت زورنا من زمان يعني سياده الوزير، يعني انت عارف الفرق، كل الفرق محتاجه دعم كمان لما يكون من وزير كبير، يعني وزير الشباب والرياضه اكيد حاجه جميله جدا. شكرا الوزير خالد عبد العزيز، وشكرا كمان ان استاد القاهره يبدا يفتح تاني ابوابه للاهلي وللزمالك مكانهم الطبيعي وبيتهم الطبيعي ومكان الجمهور اللي حافظه كرسي كرسي واللعيبه حافظاها نجيله نجيله. يعني حاجه استاد القاهره الشامخ ان شاء الله يفضل شامخ ويستقبل الفرق الكبرى ويفضل مرعب لاي حد بيدخله غير فرقه طبعا. ماشي، خبر كان جميل. الاهلي يهزم كينشاسا ويصعد لنصف نهائي بطوله افريقيا لكره اليد. الفريق النادي الاهلي فاز على نظيره شبيبه كينشاسا الكونغولي بنتيجه 30-15 في ربع نهائي بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري المقامه في تونس. المباراه كان القناه طبعا ذاعتها لكم على الهواء. تاهل الاهلي بقياده مدير الفني الكوف الكابتن عاصم حماد الى دور الاربعه للبطوله بهذا الفوز السهل على منافسه الكونغولي، وصعد الاهلي الى نصف نهائي البطوله ليصطدم بغريمه التقليدي، طبعا حضراتكم عارفينه، نادي الزمالك يوم السبت المقبل ان شاء الله. مباراه برضو حلوه، الاهلي والزمالك في اي حاجه، لو في الشارع في دوره رمضانيه هتلاقي جماهير قاعده مستنيها. ويحمل الاهلي لقب البطوله القاريه التي فاز بها في العام الماضي بقياده مديره الفني الحالي المدير الفني الكوف الكابتن عاصم حماد. ماشي. لا يعني ما شاء الله ما شاء الله، احنا كنا الالعاب الاخرى طبعا اكيد، يعني النادي الاهلي اكتسحها قبل كده السنه اللي فاتت، ان شاء الله اكتسحها السنه دي وتبقى منافسات يعني كلها في صالح النادي الاهلي. النهارده شفنا ماتش الماتشات، يعني كانت المقاصه النهارده حولت هزيمتها بثلاث اهداف من فريق طنطا اللي هو الحصان الاسود للدوري، ثلاث اهداف في الشوط الاول مع الرقفه لفريق طنطا، يعني كان ممكن يجيبوا 4 و5. غياب كامل لفريق المقاصه الشوط الاول، غياب كامل لفريق طنطا الشوط الثاني، حاجه بصراحه كانت قمه المتعه الكرويه يعني للمشاهد او للمتفرج، لكن كانت قمه التعاسه وقمه الحزن للمدربين بصراحه. كابتن عماد سليمان اللي لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم النهارده، خد 3 أهداف يعني طبعا كانوا صعبين قوي على كابتن عماد سليمان، تفهمش بقى عمل فيهم ايه بين الشوطين، ما تفهمش. لعيبه مصر المقاصه تحس ان هم بقوا برشلونه، ولاعيبه طنطا ما جوش خالص، كان ممكن كمان مصر المقاصه يخطف هدف، وكان ممكن طنطا كمان يخطف هدف. النجم الكبير حسين الشحات نجم بصراحه، لعيب ما تفهمش بيلعب ايه، باك يمين ولا بيلعب هاف ولا بيلعب فرود، حاجه في منتهى الجمال بصراحه. حسين الشحات ده لعيب فعلا نموذجي، لعيب يتمناه اي نادي، لعيب احرز 3 أهداف، احرز فاول عالمي النهارده بصراحه، يعني ده لو كان بره مصر كنت زمانك بتتكلم في حاجه مش طبيعيه. كمان يعني لعيب طنطا النهارده احرز برضو هدف جميل قوي قوي، مصطفى محمد تالي مصطفى محمد اللي هو معار من نادي الزمالك، حاجه زي عمرو زك كده، فاكرين في ويجن لما احرز برضو الهدف ده، احرزه كمان نجوم كبار قوي احرزوا الهدف ده، يعني قدامكم الاهداف على الشاشه. فريق مصر المقاصه اقتنص تعادل من انياب مضيفه طنطا ب3 أهداف لكل منهما امس الخميس في افتتاح الجوله 7 لمسابقه الدوري الممتاز لكره القدم. طنطا تقدم بثلاثيه في الشوط الاول سجلها الغاني جوزيف بيسي هدفين في الثانيه 49 والدقيقة 18، ثم أضاف مصطفى محمد الهدف الثالث في الدقيقة 28 من تسديدة مزدوجة خلفية. يعني كان هدف حلو قوي قوي قوي.
طنطا كده رصيده بقى 8 نقاط في المركز السابع في الجدول العام، والمقاصة حصد النقطة الثانية اللي هتحتل المركز قبل الأخير، مش مكانك خالص يا مصر المقاصة. بقيادة، طب أنا ما شفتوش يا جماعة، كنت بقرا، ممكن نشوفه تاني؟ يلا هاتوا لهم تاني عشان كمان يستمتعوا بيه. جون حلو قوي، جون حلو قوي، وضيع هدف كمان بعديه، كان انفراد، حب يحطه بليسنج من فوق الجون، يعني كان ماتش حلو قوي، ماتش راح وجه، وكان ماتش مفتوح. خالد عيد بعد 3 اهداف يعني حاجه جميله قوي، حاجه حلوه، بس كان لازم عنده حذر دفاعي شويه، بعد 3 اهداف عايز يجيب الرابع والخامس والسادس، هي حاجه صحيه في الكوره، لكن يبقى عندي الحذر الدفاعي بتاعي، يعني ما اخترقش ب3 اهداف مره واحده وانا متسيد المباراه من اول ثانيه لاخر الدقيقه 45. دي الاهداف مع حضراتكم تاني، وده الجول الرائع اللي حطه مصطفى محمد النهارده، لكن فرحه لا تكتمل او لم تكتمل بتعادل فريقه، لكن الناشئ واعد ان شاء الله يكون ليه مستقبل في عالم الساحره المستديره. طيب نروح لفريق سموحه، فريق سموحه تلقى اول هزيمه له بالدوري على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف باستاد الاسكندريه في الجوله السابعه لمسابقه الدوري الممتاز. سجل هدف اللقاء المهاجم المخضرم صلاح امين في الدقيقة 48 من عمر المباراة، وتصدى القائم لتسديد اللاعب أحمد نبيل مانجا. كده طلائع الجيش رفع رصيده ل10 نقاط بقيادة مدير الفني الكفء الكابتن أحمد سامي في المركز الخامس، وتجمد رصيد سموحة بقيادة مدير الفني التشيكي فرانس شتراكا عند 12 نقطة في المركز الثالث. سموحة فاز في الجولة الماضية على حساب الزمالك بثلاثية نظيفة، أكيد حضراتكم فاكرين يعني. ميمي عبد الرازق المدرب العام صرح يعني تصريح ساخر جدا، حلو قوي، يعني حاجة كده دعابة. بيسألوه إيه سبب الهزيمة النهاردة يا كابتن ميمي؟ قال لهم بصراحة الساحر المغربي ما جالناش النهاردة. عشان نتكلم بقى كتير. طيب كده اخبارنا المحليه خلصناها، نشوف الكره العالميه بسرعه. كاف نيمار مباراتين بينهما مباراه مع وقف التنفيذ. الرابطه الفرنسيه لكره القدم الخميس قررت ايقاف نجم باريس سان جيرمان اللاعب الدولي اللاعب العالمي نيمار، متعه الكره البرازيليه ومتعه العالم مع كريستيانو وميسي، قرروا ايقافه مباراتين بينهما واحده مع وقف التنفيذ بسبب طرده في نهايه مباراه ضد مارسيليا 2-2 الحد الماضي، ويغيب نيمار عن مباراة فريقه أمام ضيفاه نيس الجمعة. طيب ده كان أول خبر في الكورة العالمية قدامكم، ده طرد نيمار. حد يعمل كده مع نيمار يا أخي؟ ده نيمار زمان الحكم ده إيه هيصور الصورة دي؟ مش عايز أقول لكم. طيب للمرة الثانية فتاة الاحتياجات الخاصة بترسم نجوم الليجا بقدميها، حاجة جميلة قوي. نشر حساب الليجا الرسمي بعض الصور للفتاة الإيرانية فاطمة حمامي من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي لديها موهبة رسم البورتريهات بقدميها بشكل رائع. وظهر بجانب حمامي بورتريهات لنجوم الدوري الأسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي النجم كريستيانو زابيست كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، والفرنسي أنطوان كريزمان لاعب أتلتيكو مدريد. وعلق حساب الليجا على موهبة فاطمة: أثبتت فاطمة حمامي أنه مع الموهبة والشجاعة والتصميم يمكنك التغلب على أي عقبة. حاجة جميلة قوي، يعني الصورة يعني بتتكلم، واحدة بترسم برجليها، بترسم بورتريهات زي ما حضراتكم شايفينها يعني، أو بترسم صور لوحات لنجوم كبار. كريستيانو النهارده حاجة، بصوا يعني حاجة جميلة جدا، يعني اللي بيرسم بإيديه صعب قوي. حاجة فعلا يعني هم اختصروا الكلام ان الموهبة والشجاعة والتصميم بيمكنك التغلب على اي صعوبات واي عقبات. الجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي ترسم فيها هذه الفتاة بورتريه لنجوم الكرة، كانت المرة الاولى في شهر يوليو الماضي عندما رسمت صورة للدون ذا بيست كريستيانو رونالدو. طيب نروح بقى الخبر كمان، خبر جميل. مفيش حاجة اسمها، مفيش تطبيق قانون، مفيش حاجة اسمها نجمة، مفيش الكلام ده خالص في انجلترا. روني واس يواصل تنفيذ عقوبة السكر بإطلاء مقاعد حديقة عامة. وصل واين روني مهاجم ايفرتون الانجليزي ونجم انجلترا الكبير تنفيذ عقوبة
أو تنفيذ عقوبته بأداء خدمة مجتمعية غير مدفوعة الأجر لمدة 100 ساعة بعدما أدين بقيادة سيارته مخمورا في سبتمبر الماضي. وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن روني وصل تنفيذ العقوبة بطلاء مقاعد حديقة ماكسلفيلد العامة بعد أقل من 12 ساعة على مشاركته لمدة 81 دقيقة في مباراة إيفرتون أمام تشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. مفيش حاجة اسمها كبير ومفيش صغير، مفيش نجم ومفيش راجل عادي، مفيش حد كبير على القانون في إنجلترا. نفسنا الكلام ده يبقى موجود في كل مكان، في كل مكان. يواصل روني العمل المجتمعي غير مدفوع الأجر بالعمل ضمن ورشة للحرفيين، وكذلك مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على العمل في صناعة الفخار. حاجة بصوا يا جماعة، يعني أهو حاجة جميلة جدا. روني طلب تغيير عقوبته من العمل في طلاء المقاعد إلى تعليم الأطفال كرة القدم، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض. حاجة جميلة جدا بصراحة، حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة جدا. هو الريال كان بيلعب مين يا مصلوح؟ هو يعني انتوا عارفين البطولات دلوقتي، انا مش عارفين الاحصائيات يعني، لكن الريال كسب يعني فريق مغمور في الدرجه الثانيه، قعد بصراحه يعني عارفين الفرق كلها دلوقتي بتعمل يعني. شفنا انجلترا اما لعب انجلترا، شفنا النادي اللي يعني الجامد جدا. الاسماء طارت من دماغي ليه؟ لا مش ليستر، مش ليستر يا جماعه، انا مش لازم. مانشستر سيتي شفنا مانشستر سيتي بيكسب بصعوبه جدا بضربات الجزاء، شفنا كمان الفرق الكبيره كلها بصراحه يعني بيكسبوا، ما تفهمش بقى هما بيبداوا بتشكيله مش اساسيه، بيبقوا يعني فاهمين الماتش. الكره الانجليزيه والكره الاسبانيه والكره العالميه ما فيهاش حاجه اسمها صغير وكبير، عشان كده شفنا حاجات بصراحه النهارده. الريال كسبان فرقه درجه ثانيه بتروع الروح. عموما دي كانت اخبارنا، نروح نشوف الناس المتسابقين النهارده اللي خدوا معانا ال10 تيكت مقصوره. الفائزين معانا النهارده هنعرضهم على الشاشه. مصلوح يلا ولا ناخدهم تليفونات؟ احمد محمود تريكا هدفين. احنا كنا طبعا قلنا يا جماعه المسابقه مين احرز اخر بطوله او مين احرز اهداف اخر بطوله للنادي الاهلي خدها، طبعا انتوا عارفين طبعا كان النجم الكبير ابو تريكا، النجم الجميل محبوب الجماهير وعشاق الجماهير، وكمان النجم احمد عبد الظاهر لاعب الاهلي السابق ولاعب نادي المقصه الحالي، احرزوا هدفين وتوج الاهلي بهذه البطوله. ده كان سؤال المتسابقين. طبعا ما شاء الله زي ما قلت لكم هنا 12,000 كومنت. اول يلا هات لنا اول مين؟ سعيد عصام. يا سعيد السلام عليكم. عليكم السلام، مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. بكره ان شاء الله الاعداد هيتواصل معاك عشان بكره ان شاء الله تيجي وتتسلم كمان التيكت بتاعك معايا على الهوا. احنا بكره قاعدين معاكم يا جماعه من 7 ل 12، يا رب ما تزهقوا مني يعني، بكره يوم طويل جدا. سعيد عصام قدامك اهوت، قال ازاي تقدم محمد ابو تريكه للاهلي من ركله جزاء او من ركله حره مباشره اسف، وفي نهايه المباراه تعادل فريق اورلاندو نتائج الذهاب بالتعادل. ده كان في الدور او في مباراه الذهاب. في الاياب طبعا كسبنا المباراه 2-0. شكرا يا سعيد، بكره ان شاء الله هتيجي تستلم التيكت بتاعك معانا على الهوا ان شاء الله. يلا هاتوا اللي بعده. ها معانا مين؟ ها شوفوا يعني كمان انا محضر لكم كمان ان شاء الله مفاجاه، كمان مسابقه جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله يعني، نسقتها مع نجم كبير جدا ان شاء الله. بقى مش عايز 12,000 كومنت، انا عايز مليون كومنت على الاقل عشان تاخدوا الحاجه ان شاء الله اللي اعلن عنها في نهايه هذه الحلقه. زي ما قلت لكم ما شاء الله ما شاء الله الناس كانت مقبله جدا، ان شاء الله ان شاء الله احاول ازود بعد كده التيكت طالما في اقبال كده. وانا عارف ان في ازمه على التيكت، لازم تعذروا الناس يا جماعه، تعذروا الناس. احنا بناخد 50,000 منها 30,000 والباقي في بقى دعاوي، وفي منها الفريق الوداد 50,000، واحنا ما شاء الله الاهلي يعني شعب، الاهلي دوله، فاكيد اعذروا الناس. 50,000 قليل قوي، قليل قوي. كان زمان بقى بال 100,000 تيكت والناس بتروح تشتري، دلوقتي عشان الموضوع يعني، فاعذروا الناس شويه. ممكن تعرضوا لنا الاسماء يا جماعه؟ عبد الرحمن صابر. عبد الرحمن اهلا بيك. الو اهلا بيك عبد الرحمن. عليكم السلام، مبروك.
ممكن توطي، ممكن توطي التلفزيون شويه وتشوفني وبعد كده تسمع عندك اعاده. تمام تمام. بكره ان شاء الله الاعداد هيتواصل معاك عشان تيجي تستلم التيكت بتاعك على الهواء ان شاء الله مباشره معايا من الساعه 7 ان شاء الله تبداوا تيجوا. ده كان عبد الرحمن. احنا يا جماعه طبعا عشان نبقى فيه مصداقيه، وانتوا عارفين ان في مصداقيه من غير حاجه كل الكلام، او ده السكرين شوت ده كان طبعا دخل على صفحه النادي الاهلي وكتب التعليق بتاعه، وطبعا كان من ضمن اللي اخترناهم يعني باي لك. طبعا اخترنا اختيارات، كل الاختيارات كلها كانت عشوائيه. انا العالمي ومحدش توأمي. بص يعني، يعني طبعا يعني هو معانا على التليفون. يعني انت كسبت، مش عارف انا العلامه ومحدش توامي. احنا لقيت بصراحه يعني لافت نظري اسم الاكونت بتاعه، انا العلامه ومحدش توامي. ماشي، مبروك عالمي ومحدش توامك. بكره ان شاء الله تيجي تستلم الجايزه بتاعت التيكت بتاعتك ان شاء الله معايا من الساعه 7 تكونوا متواجدين عشان تستلموا التيكت بتاعكم. ها مين معانا تاني؟ احنا طبعا يا جماعه مش عايز اقول لكم، يعني مش عايز اقول لكم احنا بنتواصل دلوقتي معاكم على التليفون مباشره عشان تعرفوا ان احنا فعلا بقى في مصداقيه، وقعدنا 12000 قعدنا بقى يعني كل 500 ناخد واحد وكل 1000 ناخد واحد، وحسب ما بيطلع معانا بقى يعني تيكت للماتش الاهلي والوداد في المقصوره، فيعني حاجه كانت تستاهل ان انتوا تحاولوا وتحاولوا كتير كمان. يعني كنت بلاقي واحد بعت بدل الاكونت بدل الكومنت 50 كومنتس مثلا، يعني بعد مره واثنين وثلاثه، يعني يعني خدني يعني عشان خاطري خدني يعني، فاكيد كان بيلفت نظرنا بنلاقيه كتير فبناخده. طيب معانا ايمن. استاذ ايمن اهلا بيك. الله يسلمك يا كابتن، الله يبارك فيك. ايمن كان متواصل على تويتر معانا على صفحه الاهلي على تويتر. ان شاء الله ايمن ابو تريكه واحمد عبد الظاهر في القاهره، والذهاب احرز ابو تريكه. نعم يا فندم. ماشي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن وحميد، الله يخليك، شكرا شكرا. إن شاء الله بكرة تجي لنا الساعة 7. يلا، ماشي. قفل. شوفوا لنا كمان يا جماعة يلا، علشان إحنا مسهرين الناس، والناس عايزة تعرف إحنا محضر لهم إيه. ها، نقول بقى ولا لسه مصلوح؟ لسه، يلا. يعني إحنا بنتواصل معاكم دلوقتي، أنتوا نمتوا ولا يا جماعة؟ إحنا لسه الساعة كام؟ ساعة واحدة إلا تلت، وبكرة الجمعة، يعني إيه؟ وبعدين في تيكت وفي حاجة جميلة إن شاء الله محضرة لكم، يعني المفروض كنتوا تستنوا يعني. إن شاء الله إن شاء الله ماتش. أنا عارف إنكم كلكم قاعدين وإيديكم على قلبكم وخايفين إن شاء الله يا جماعة. الأهلي أداوا قدود، الناس اتكلمت وقالوا يا جماعة إحنا طلعنا اتكلمنا والناس وحاسين إن مفيش يعني تركيز. لأ، طمنوا خالص، الأهلي بيبقى عارف هو بيعمل إيه. المدير الفني كابتن حسام اللي بندعي له ربنا يا رب يشفي بنته ويقومها بالسلامة، والف سلامه عليها. انا نسيت اقول، انا اسف يعني جدا، بس اكيد طبعا كل الناس بتقول له الف سلامه على بنتك، وان شاء الله تقوم يعني احسن من الاول كمان يا كابتن حسام، الله يكون في عونك. كابتن حسام عارف هو بيعمل ايه، الجهاز الفني عارف هو بيعمل ايه، اللعيبه عارفه بتعمل ايه، اللعيبه قمه الالتزام، اللعيبه بينها وبين العرس الافريقي الكبير اللي بيستناه كل الجماهير الاهلاويه، بينها وبينهم خلاص درجتين، والاهلي ياخد الكاس الغاليه قوي، الكاس بتاعه كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، وطول ما وراه جمهور كبير، وطول ما وراه ناس من جواها بتدعي بجد بجد، ان شاء الله الاهلي هيتوج بهذه البطوله. ما تخافوش ابدا على ناديكم، ما تخافوش ابدا على فرقتكم، طول ما وراها جماهير. ودايما بكرر وبقول الجماهير هي الاساس، الجماهير هي الفرحه، الجماهير هي الروح، الجماهير اللي بتطلع كل حاجه حلوه من لعيبه الكوره، الجماهير اللي بتطلع الحاجه اللي عمر ما في حد بيطلعها، ولا مدير فني ولا مليون مدير فني ولا يعني جوارديولا نفسه يقدر يطلعها الا بالجماهير. وشفتوا الفرق، وانا قلت قبل كده ان ال 50000 اللي راحوا برج العرب هم كان ليهم نتيجه ايجابيه جدا في الاهداف السته اللي خدها النجم الساحلي. على يلا قول لي الاسماء بقى يلا كلها. يلا دي الاسماء يا جماعه، احمد محمود يلا يلا على طول. طيب احمد سمير معانا، احمد سمير اهلا بيك. ازيك يا كابتن؟ ازيك انت؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام يا كابتن. هتعمل ايه بالتيكت؟ هنكسب ولا ايه؟ هتعمل ايه بالتيكت الاول؟ هروح الماتش طبعا. احمد سمير قدامكم يا جماعه على الشاشه اهو، مباراه الاياب، مباراه الذهاب انتهت 1-1، واحرز هدف محمد ابو تريكه النجم الكبير، والاياب كان في استاد المقاولون العرب، الراجل كاتب بالتفصيل، هدف النجم الكبير ايضا محمد ابو تريكه عاشق القلوب او يعني معشوق القلوب، واحمد عبد الظاهر، وتواجدنا ببطوله افريقيا والتي اعتزل فيها ابو تريكه بعد هذه المباراه. شكرا جدا يا احمد السمير، ان شاء الله بكره تشرفني من الساعه 7 عشان تستلم التيكت بتاعتك على الهوا معايا.
شكرا يا احمد. يلا نكمل اسماء الناس. ده كان احمد سمير. ايمن برضو قدامكم على الشاشه. يلا سعيد عصام، محمد ابو زيد، ابو تريكه واحمد عبد الظاهر، راجل اختصر. مهدي محمد برضو كاتب بالتفصيل. مينا هاني، مبروك يا مينا. مصطفى رشدي، مبروك يا مصطفى. مصطفى لا استنوا يا جماعه، استنوا. هو مصطفى لا، مصطفى ما كسبش. مصطفى انتوا ممكن تجيبوه على التليفون. مصطفى قال ايه يا جماعه؟ 4000 تعليق وانا اللي هكسب منهم، والله لو 11 منهم او 10 هيفوزوا ما هكسب برضو، انا فقري. على العموم تريكا هدف في الذهاب وخلص 1-1، والاياب تريكا وعبد الظاهر، ويا رب اكسب لان عمري ما حضرت ماتش في الاستاد ونفسي احضر، والرقم اهو. ولو ما كسبتش خدوا بخاطري باي حاجه، لو حتى هتحول لي 10 جنيه. خلاص يا مصطفى انا اختار الاختيار الثاني، لان في ناس محتاجه فعلا التيكت. انا هدي لك 10 جنيه، هحول لك 10 جنيه على رقمك، ونسيب التيكت للناس اللي عايزاه طالما انت داخل تهزر بقى. يلا ياسين مصطفى مبروك. يوسف شرف، ارهابي القلوب، محمد ابو تريكه واحمد عبد الظاهر امام فريق اورلاندو، ورقم الفون طبعا احنا هنكلمك عليه بكره ان شاء الله الساعه 7. كده 10 تيكت راحوا للناس اللي كسبوا معانا النهارده، او المتسابقين اللي كسبوا معانا النهارده. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يروحوا كده ويتمتعوا بالاهلي هو بيكسب، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي يكسب ويفرحكم بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعه الناس دي تيجي تاخد التيكت الساعه 7، عندنا من 7 ل 12 ان شاء الله معاكم، وييجوا يشرفونا في الاستاد علشان ياخدوا التيكت بتاعهم في استاد الاهلي. استاد الاهلي يا جماعه في قناه الاهلي، هيكلموكم فريق الاعداد وهيتواصلوا معاكم. طيب عايز اقول لكم ان شاء الله توقعوا نتيجه الماتش القادم الاهلي والوداد، توقعوه بالاهداف بالاسماء عشان نصعب الموضوع شويه. واللي هيكسب هياخد تيشيرت النجم الكبير عماد متعب، متوقع عليه من عماد متعب. انا اتواصلت معاه وقال لي ان هو يعني هيكون مبسوط جدا جدا ان هو يدي التيشيرت بتاعه للي هيفوز، وهحاول كمان اجيب لكم تيشيرت ازارو. ده برضو وعد كمان مني، يعني كده 2 تيشيرتين، النجم الكبير عماد متعب والنجم الكبير وليد ازارو، وممكن اجيب لكم كمان تيشيرت كمان لاحمد فتحي. عايز مليون كومنت. اللي يا جماعه هنكسب 2-0 ان شاء الله يعني، او 3-0 اللي جاب الاهداف كذا وكذا وكذا. غير كده بقى يعني اكيد كله هيستنى عماد متعب وليد ازارو واحمد فتحي. ان شاء الله ان شاء الله كل الدعوات للنادي الاهلي الكبير، نادي الاهلي العظيم وجمهوره العظيم. ان شاء الله دايما بنقول ادعوا من جوه القلب وقولوا يا رب دايما يفرح مصر ويفرح الابطال ويفرح النادي الاهلي وجمهوره الكبير. ان شاء الله ان شاء الله مستنيكم بكره من 7 ل 12 قاعدين بكره. عايز اسئلتكم اي حاجه انتوا عايزين تسالوها عنها، معانا ضيوف كتير بكره هنجاوبكم على كل الاسئله. هنعرف القائمه المرشحه ونعرف التشكيل الاقرب للكابتن حسام بدري في مباراه الوداد ان شاء الله اللي هتقام بعد الغد ان شاء الله. كل الدعوات مره ثانيه، ودايما قولوا يا رب من جوه القلب دايما مشرفني ومنورني على قناتكم قناه الاهلي. تصبحوا على الف خير.